السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عودة مرة أخرى إلى أنظمة الاتصالات الضوئية. انتهينا المرة اللي فاتت من أنظمة الـ SDH، ودي كانت introduction للـ SDH. إن شاء الله في مواضيع advanced أو more advanced في المستقبل بإذن الله تعالى. هنبتدي المرة دي بالـ introduction للـ DWDM، الـ OTN، الـ CWDM systems. هنعرف يعني ايه مالتيبلكسنج ودي مالتيبلكسنج، يعني ويف لينث ديفيجن مالتيبلكسنج، الباند اللي احنا شغالين فيه، انواع الاكويبمنت الموجوده ك دي دبليو دي ام او او تي ان، الاستراكشر او الكونفيجريشن اللي انا بستخدمها داخل شبكات الدبليو دي ام، الكروت والمكونات داخل شبكات الـ DWDM أو الـ K Technology. أولا ومقدمة، لازم نعرف إن إحنا إن شاء الله الكورس عندنا هيعتمد على ماتيريال من شركة هواوي، وهيكون في حاجات من شركة ZTE، وهيكون في ماتيريال من شركة نوكيا. يعني أكيد هنعتمد على فيندورز رئيسيين زي الثلاثة شركات، وبرضه ممكن نعتمد على حاجات ممكن تبقى جديدة أو قديمة من شركة إنفينيرا، بحيث يبقى فيه تنوع في المصادر. التنوع في المصادر هيعمل إثراء للمادة العلمية أو إثراء للمحتوى. إن شاء الله الناس هتطلع ساتسفايد من خلال الكورس ده، وخاصة في الدي دبليو دي ام. احنا كنا نوهنا ودينا جزء بسيط عن الدي دبليو ام سابقا، وخاصة في جزئية او السكشن اللي كان مخصص للاس دي اتش، ولكن ان شاء الله هنتكلم باستفاضة عن الدي دبليو دي ام، مكونات الشبكة زي ما قلنا. ليه اتجهنا للدي دبليو دي ام؟ التوجه للدي دبليو دي ام كان اتجاه اجباري، لان احنا في الاس دي اتش زي ما خدنا سابقا كان اللاين اخره تقريبا او الماكسيمم ريت كان اس تي ام 64. طبعا كان الناس وهم بيعملوا زي ما قلنا قبل كده مور اوبتوميستيك، وهم بيعملوا انترودكشن للاس دي اتش، وقالوا احنا هنقدر نعمل اس تي ام ان، ان دي هتبقى 1 4 16 64 and so on. يعني انا هبقى عندي 266. فده طبعا ريت عالي جدا. لما جم ينفذوا المتطلبات وجدوا فيزيكال ريستريكشنز وفيزيكال كونسترينز قويه جدا واجهتهم، منعتهم ان هم ينفذوا الكلام ده. من ضمن الفيزيكال كونسترينز اللي هو الليميتيشن للايه؟ للالكتريكال سيركت. يعني انا في اي الكتريكال سيركت ما اقدرش ازيد عن ريت معين، يعني في الغالب، وده من فتره ما اعرفش هل في تحديثات حصلت بعد كده ولا لا، ان كان ماكسيمم بود ريت او السيمبل ريت ما يزيدش عن 28 تقريبا ونص جيجا بت بير سكند، جيجا بت بير سكند. فانا عندي ليميتيشن في الالكتريك سيركيوتري. الجزئيه الثانيه ان هو كان شغال على حاجه اسمها الاون اوف كيينج، او ان هو بيعمل يطفي ليزر ويشغل ليزر، او بيعمل امبليتود موديوليشن. فطبعا لازم يطفي ليزر وشغله بريت عالي جدا، فهو محتاج اوسيليتور بريت عالي، محتاج ترانسميتر يقدر يتجاوب مع هذا الريت، بالإضافة إن هو محتاج ريسيفر يقدر يعمل ديتكشن للريت العالي جدا ويقدر يعمله كونفيرجن لإلكتريكال سيجنال مرة تانية، بالإضافة إن هو هيواجه حاجات تانية كتير، من ضمنها إن الفايبر نفسه ليه خصائص زي ما قلنا. في حاجة اسمها ديسبيرشن مع الريت العالي، أي تغير أو أي قيمة للديسبيرشن هتعمل إيه؟ هتعمل حاجة اسمها الإنتر سيمبل انترفيرنس، زي اللي هو نفس اللي موجود في الالكتروماجنتيك او في الوايرلس سيستمز. يعني في الوايرلس سيستمز انا عندي حاجه اسمها مالتي باث فيدنج، انا عندي سيجنال بتمشي من اكتر من مسار وتلتقي في نقطه بس بفيز شيفت مختلف،
فممكن تعمل ليه؟ تعمل لي فيدنج، تعمل لي كونستراكتيف انترفيرنس ان هو تدخل بناء، او تعمل ديستراكتيف انترفيرنس تدخل هدام. هنا نفس الكلام بيحصل عندنا، ففي حاجه اسمها ايه؟ اسمها الديسبرشن تولرانس. الديسبرشن تولرانس كل ما الريت يزيد كل ما الديسبرشن تولرانس تقل، فانا عندي ليميتيشن عن تمنعني ان انا، او فيزيكال ليميتيشن تمنعني ان انا اعمل ريت عالي جدا اكبر من 28.5 جيج بير سكند. ولذلك كان التفكير الاولي ان الناس تعمل ايه؟ تعمل اول حاجه ال WDM system. ايه ال WDM system؟ ال wave length division multiplexing. طب ال wave length division multiplexing كان بيشتغل على كام wave length؟ كان بيشتغل على maximum 8 lambdas، من lambda 1 الى lambda 8. طيب احنا ايه اللي هنعمله هنا؟ احنا ان شاء الله هنتكلم على الكونسبت بتاع الدي دبليو دي ام، زي ما قلنا ان هو كان بيشتغل على ايه، 8 لامداز، وهنتكلم على الكاركترستيك للفايبر اللي احنا محتاجينه، والكي تكنولوجي في ال دبليو دي ام، والليست اوف تكنيكال سبيسيفيكيشنز لل دي دبليو دي ام او دبليو دي ام. طبعا هو استخدم كلمه دبليو دي ام لان هي الجنرال اكرونيم، لكن طبعا حاليا المتواجد عندنا الدي دبليو دي ام اللي هو الدنس ويف لينث ديفيجن مالتيبلكس. اول حاجه نبدا بالاوفر فيو، نفس اللي اتكلمنا عليه ان في انواع من المالتيبلكسنج، في سبيشال ديفيجن مالتيبلكسنج اللي هو مالتيبلكسنج على مستوى المكان او على مستوى الموقع او على مستوى الترانسميشن ميديا، بمعنى ان انا كان عندي جهاز اس دي اتش وعندي جهاز تاني اس دي اتش وبينهم اتنين فايبر زي كده. طب انا عايز ازود الريت، باخد انترفيس تاني وانترفيس تاني هنا وازود الريت، محتاج ريت تاني اركب كارت وانترفيس بانترفيس، يبقى انا بستخدم فايبر كل مره، كل مره انا بستخدم ايه، اوبتيكال فايبر زي كده. طبعا التكلفه ان انا محتاج فايبر كتير، ان انا كل مره محتاج اعمل ابجريد، محتاج اركب كروت، محتاج اكونسيوم تايم واستهلك وقت. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا الجأ للحاجه التانيه، ان انا اعمل مالتيبلكسنج حي. طيب هل السبيشال ديفيجن مالتيبلكسنج مستخدم حاليا في انظمه؟ اه مستخدم، الساتلايت سيستم ده نوع من السبيشال مالتيبلكسنج، ان انا عندي اكتر مكان وبيبعته للساتلايت سيستم وهو بيعمل لها ريفليكشن او بيعمل لها ريبيتنج وينقلها لمكان تاني، ده سبيشال ديفيجن مالتيبلكسنج. المايمو سيستم، المالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت سيستم، ان انا عندي اراي من الانتنه في الترانسميت وعندي اراي من الانتنه في الريسيف. طب احنا بنقول الكلام ده بحيث انت كمهندس اتصالات تبقى متخيل المينينج ومتخيل الفيزيكال كونستراكشن او متخيل الوضع اللي حواليك. فانا عندي مالتيبل انتنه في ترانسميت ومالتيبل انتنه في ريسيف، او ماسيف مايمو، عدد كبير جدا من الانتنه في ترانسميت وعدد كبير جدا من الانتنه في ريسيف. المايمو بيستخدم في ال تي اي، والماسيف مايمو او في ال 4 جي، والماسيف مايمو بيستخدم في ال 5 جي في الغالب. فانا عندي ماسيف مايمو، فهي بتبعت كل انتنه بيبعت ريت مختلف وبيمشوا خلال التشانل الوايرلس تشانل، بيتم استقبالهم عن طريق عمليه دي اس بي ديجيتال سيجنال بروسيسنج، بيقدر يعمل سيبريشن للداتا وبيعمل حاجه اسمها ايه، مالتيبلكسنج دايفرستي. انا عندي نوعين من الدايفرستي، ممكن يبقى سبيشال دايفرستي وممكن يبقى مالتيبلكسنج دايفرستي. مالتيبلكسنج دايفرستي بيزود الريت، سبيشال دايفرستي بيزود الريلابيليتي او اللينك، بيبقى قادر انه ينقل الداتا بمعدل اخطاء اقل والمسافات اكبر. طبعا ده نوع يعتبر معتمد على الميديا، انا عندي اكتر من تشانل بمشي عليه. لكن في الانظمه الخاصه بالترانسميشن الاساس فيها التي دي ام، فالتي دي ام زي ما قلنا قبل كده وفي انظمه الاس دي اتش سيستم انه بيعمل لهم مالتيبلكسنج عن طريق التقسيم الزمني، وزي ما قلنا ان هو كل ما انا اعمل مالتيبلكسنج بليفل عالي محتاج اركب كروت ليها تكنولوجي اعلى،
والتكنولوجي الأعلى دي مكلفة أكتر، وزي ما قلنا إن في ليميتيشن للإلكتريكال سيركيوتري، فما يقدرش يعدي ليميت معين، وكل ما هيحاول يعدي الليميت ده هيحصل إيه؟ هيلجأ لتكلفة أعلى عشان ينفنت في تكنولوجي أعلى، وده غير مستحب، وخاصة في أنظمة الاتصالات مع تزايد الديماندز ومع تزايد الريكويرمنت المطلوبة من قطاعات الاتصالات المختلفة لتوفير حيز ترددي كبير يسمح بنقل أحجام كبيرة جدا من البيانات حول العالم. الحل الأخير والذي أصبح أساسيا في هذا العالم الآن هو الـ WDM. الـ WDM عبارة عن إيه؟ عبارة عن Virtual SDM، يعني وكأن أنا جبت الفايبر عندي وقسمته لـ Channel Virtual Channels، وكل Virtual Channel أنا مشيت عليها داتا ريت من ترانسميتر مختلف، فكأن أنا حطيت أكتر من ترانسميتر هنا، هو بالفعل بيتحط أكتر من ترانسميتر كروت لاين، وعملت لهم زي اوبتيكال مالتيبلكسنج وخليتهم يدمجوا مع بعض ليصبحوا ايه؟ ليصبحوا كيان واحد. طيب عشان يقدروا يمشوا في نفس الفايبر لابد ان انا افرق بينهم. قديما في انظمه الاتصالات اللاسلكيه كان بيستخدم الاف دي ام او الفريكوانسي، او مش قديما حتى الان، حتى في الراديو والكلام دوت الاف دي ام متواجد حتى مع الموبايل والجي اس ام، وكل متواجد معانا في ما زال متواجد، ولكن القصد ان هي الفكره قديمه. الاف دي ام كان فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، يعني انا حطيت اول يوزر على فريكوانسي واحد وتاني يوزر على فريكوانسي اتنين، او اول داتا على فريكوانسي واحد اتنين والتالت على تلاتة، وفي الريسيفر انا بحط بعمل عمليه ريسيفنج واحول الكترومغنيتيك لالكتريكال سيجنال، والالكتريكال سيجنال ادخلها على حاجه اسمها الايه، على حاجه اسمها الباند باس فلتر او بس او باند باس فلتر، وبيبدا يسلكت الفريكوانسي اللي هو عايزها ويبدا يعمل لها ديموديليشن ويختار السيجنال، وما بيحصلش بينهم تداخل لان كل سيجنال موجوده في فريكوانسي مختلفه عن الثانيه، او كل كارير مختلفه عن الثانيه في الفريكوانسي، فحافظه الداتا بتاعتها ومفيش اي انترفيرنس. وفي باند جاب هنا او جارد باند، الجارد باند بتمنع الانترفيرنس بين التشانلز وبعضها. دي دبليو دي ام مستخدم نفس الفكره بالظبط، ولكن الاشهر في الاوبتيكال دومين ان انا اقول ايه، ويف لينث، ولذلك سمي ويف لينث، ولذلك هنا هتلاقي عندك لامدا 1 لامدا 2 بديل اف 1 واف 2، هي واحد يعني لامدا 3 لامدا 4، قدر يحط اكتر من لامدا. قلنا في الدبليو دي ام تراديشنال بنحط من لامدا 1 إلى لامدا 8، هنكمل ونعرف هنستخدم كام لامدا في الدي دبليو دي ام إن شاء الله. هنا المنظر اللي بيتكلم عليه، لو لاحظنا أنا عندي أكتر من إيه؟ أكتر من سيجنال. طبعا لو لاحظنا ورجعنا مرة تانية السيجنالز هنا شكلها إيه؟ شكلها جراي، يعني هي إيه؟ هنا colorless او جري، خليها جري افضل، السيجنال هنا جري، تمام، جري او كولورليس، كولورليس او بلاك اند وايت حسب التسميه في اند وايت، يعني الاسماء كلها ايه صحيح ليس لها لون. طيب عشان امشيها على الفايبر لابد ان انا اعمل حاجه، طبعا الباث والكار اكن عربيه هتشيلهم اللي هي الفايبر بتاعي، ومجرد ما يدخلوا في السيستم لابد ان هم يتحولوا الى اطوال موجيه، فلابد يكون عندي حاجه هنا اسمها ايه، ترانسبوندر، انا اعرفه بعد كده ترانسبوندر، والساتلايت برضو موجود فيه ترانسبوندر، اي حاجه تحول من فريكوانسي لفريكوانسي هي ترانسبوندر، فهتروح محوله جراي السيجنال اللي هنا الى ايه، الى سيجنال كولر، حولت لكالرت، شالت راحت الناحية التانية وتعمل لها كونفرجن مرة تانية لجراي، وهي دي فكرة ال WDM. ال WDM concept كل wavelength منفصلة عن التانية، يعني ممكن أحط هنا على الويفلينث الأولى الـ ATM، وده كان يعني عشان document قديمة شوية،
فيعني كتب كلمة ATM. في الغالب ممكن أمشي هنا OTN OTN فريم في الغالب يعني. وهنا طبعا الاي بي اللي هي جيجا ايثر، يعني جيجا ايثر جي اي. وهنا ممكن اقدر امشي اس دي اتش، وممكن اضيف معاهم كمان ام بي ال اس تي بي. تمام، ممكن امشي اني كايند اوف سيرفيس اوفر ايه، اوفر الدي دبليو دي ام، لان او الدبليو دي ام، لان الدبليو دي ام في ميزه جميله جدا ان هو ايه، ترانسبيرنت. ترانسبيرنت يعني شفاف، يعني لو اي داتا دخلته من اتجاه على ويف لينث معين هينقلها بدون ما ينظر داخلها، وينقلها الاتجاه الاخر بدون اي تفكير. ودي ميزة ال WDM. ده شكل السيستم، وده متاخد من داكمنت هواوي، او الشكل موجود عند هواوي. هو موجود في كل الشركات بنفس الطريقة. يعني كلمة OTU اللي هي Optical ترانسبوندر يونت، ان هو هطلع سيجنال كولورد، ليها لون هنا كده، ليها لون كولور. وهنا الاوبتيكال مالتيبلكسر يونت دي نعتبرها كده بريزم، لو تفتكروا، اللي هو المنشور الزجاجي داخل عندي اكتر من لون هنا، عملية عكسية، فتجمعوا مع بعض وتطلعوا لي لون ابيض. اللون هنا بقى مش ابيض، اللون هنا بنسميه ايه، الدبليو دي ام سيجنال، وده بيحتوي على كل الالوان اللي داخل. طبعا الالوان كلها زي ما قلنا هي مش الوان في الاساس، هي كلها في طيف الضوء الغير مرئي في الاشعه تحت الحمراء، في الغالب في رينج ال 1550 نانومتر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اللي هو بيسمى السي باند، هنتكلم عنهم بالتفصيل ان شاء الله. طبعا في عندي اكتر من OTU، اوبتيكال ترانسبوندر يونت، وعندي اوبتيكال مالتيبلكسنج يونت، فهواوي هما بيسموها ام 40 وهكذا، يعني بيسموا دايما ام وجنبه الرقم يعني. لكن شركة زد تي اي مثلا هي اللي بتستخدم كلمة الاوميو والاوديو، اللي هي اوديو والاو ام يو، ولكن هو يقصد هنا البرنسبل نفسه، ما يقصدش التسمية. أنا بس بحاول أربط إن كل شركة ممكن تسمي المسمى اللي هي عايزاه، لكن البرنسبل هو نفس البرنسبل في كل الشركة. طبعا بعد ما السيجنالز بتدخل مع بعضها وتعمل لها مالتيبلكسنج عن طريق، طبعا ما بيبقاش بريزم، بيبقى في الغالب الريد ويف جريتنج اللي هو اي دبليو جي، هنعرفه ان شاء الله في الانكومينج سلايدز. في عندي هنا بوستر امبليفاير، مكبر للاشاره. وطبعا في عندي حاجه هنا اسمها الاو اس سي، الاوبتيكال سوبرفايزوري تشانل، دي مسؤوله زي ما اتكلمنا قبل كده لو تفتكروا في الدي 1 الى دي 12، اللي هم مسؤولين عن الدي سي سي، الداتا كوميونيكيشن تشانل الموجوده داخل الاس دي اتش. في الدي دبليو ام عندي حاجه اسمها اوبتيكال سوبرفايزوري تشانل والكتريكال سوبرفايزوري تشانل. الالكتريكال سوبرفايزوري تشانل بتسمى ان باند دي سي سي سيجنال او ان باند دي سي سي، والاوبتيكال سوبرفايزوري تشانل بتسمى اوت باند، ولذلك هي بيتم عمل انجكشن ليها على فريكوانسي مختلفه خالص، ممكن تبقى 1510، ممكن تبقى 1490 نانومتر. يعني انا شغال هنا في رينج كام، 1550 مخصصه للترافيك، و1510 او 1490 مخصصه لمين، مخصصه للسوبرفايزوري تشانل. ايضا موجود داخل فريم الاو تي ان الجي سي سي او الاي سي سي او الايه، الامبيدد تشانل كوميونيكيشن تشانل الداخليه داخل الفريم. فانا عندي تو تايبس اوف كوميونيكيشن تشانلز هنا، بعكس الان باند تشانل اللي كانت موجوده في الاس دي اتش. الاس دي اتش كان بيعتمد على تشانل واحده، دي دبليو دي ام بيعتمد على تو تشانلز. ممكن حتى لو فقط الاو اس سي او الاوبتيكال سوبرفايزوري تشانل، هو بيعتمد على الايه، على الالكتريكال سوبرفايزوري تشانل. بعد كده نحاول نشيل عشان نقدر نكتب بشكل افضل. لو لاحظنا هنا ان في حاجه اسمها ايه، ال ايه، ال ايه هو اللاين امبليفاير. الراجل ده مجرد اتنين امبليفاير بشكل ايه،
متعاكس زي كده، تمام، بحيث الترانسميت سيجنال التي اكس يتعمل له امبليفيكيشن ويطلع ايه، ويطلع الاتجاه التاني. وطبعا اللي جاي كده بيحصل له امبليفيكيشن، او الار اكس بيحصل له امبليفيكيشن ويطلع كتي اكس هنا. لو نلاحظ ان الاو اس سي ما بتعملش ليها ايه تكبير عن طريق ال اي او اللاين امبليفاير، هو ممكن يتسمى اسم تاني في بعض الشركات بتسميه او ال اي، اللي هي هواوي اوبتيكال لاين امبليفاير. شركة نوكيا مثلا بتسميه اي ال اي او ايلا، ده اولى، ده ايلا، الى مثلا الانترميديت لاين امبليفاير. لكن في النهايه هو مجرد امبليفاير، ممكن يبقى معاه رمن لو تتذكروا لما شرحنا الاوبتيكال برينسيبلز، اتكلمنا عن الرمن امبليفاير واتكلمنا عن الاي دي اف اي، نتكلم عليهم مره تانية هنا بشكل موسع وباستفاضه ان شاء الله. نتوقف عند هذا القدر، وان شاء الله نستكمل مرة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.